بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. محدثكم أخيكم أبو المؤيد من سلطنة عمان، أتكلم عن الطريقة الكركرية، شيخها السيد قدس الله سره محمد فوزي الكركري من دولة المغرب. طبعا أنا من المحبين في علم الأسرار وعلم أهل الله بالخاصة، طبعا هو علم باطني يتكلمون به أهل العشاق في هذا العلم، وتمنينا أن نذوق لذة ما ينشدون به. فبحثت عن الشيخ الذي يدل إلى الله في طبعا وسائل النت، فوجدت عن المتحدثين كثيرا يدلون بشهادتهم عن الشيخ محمد فوزي الكركري وشهادتهم بالنور، فقلت لماذا لا أجرب، والحمد لله رب العالمين، فرشت السجادة وصليت استخارة فرأيت النور، وكنت أنا الذي أتحدث عن النور، أخبر الجميع بهذا النور، إنه نور المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا العجيب طبعا في هذا المشهد كان في الرؤية. فاستفقت من النوم ولم أعطي اهتماما كثيرا في الموضوع، ومضت أيام وأسابيع، ثم قلت لماذا لا أرجع واستخير مرة ثانية، فاستخرت فرأيت الشيخ، فمرة ثالثة بعد أيام مضت استخرت مرة ثالثة ورأيت كذلك هذا الشيخ الكريم الجليل، فصافحته وتحدثت معه كأني شخص أتحدث معه ليس مناما بل يقظة، فطلب مني الحضور إلى الزاوية الكركرية. الحمد لله طبعا عجلت في الأمر وأتيت إلى المغرب الشقيقة، والحمد لله استقبلني أهل الطريقة اللابسين اللبس المرقع، اللبس العجيب الذي جميعا نحن نستغرب ما هذا اللبس، ولكنه لبس حين نعلم حقيقته نكن له في أنفسنا شيئا الصعب أن يوصف. فأتيت إلى الزاوية ووجدت الشيخ، فاستقبلنا الشيخ الحمد لله شيخا يعني محبا حنونا عطوفا بكل من أراد أن يسير إلى الله، ووجدت تلاميذه المرقعين اللابسين المرقع أهل سجد أهل ذكر أهل قيام ليل، لأني مكثت في هذا المكان 12 يوما، والحمد لله بفضل من الله وكرمه وجوده ومنه وإحسانه علي خضيته البيعة من الشيخ في ثاني يوم، وأظهر لي النور الذي كانوا يتحدثون عنه، الآن أصبح الأمر حقيقة. فأمرني بكثرة الاستغفار، فبدأت أكثر الاستغفار في السحر والصباح والمساء، وبعد هذا أمرني بدخول الخلوة. فيا سبحان الله، لم يمضي علي 4 أيام إلا قال ستدخل الخلوة، فأدخلنا الخلوة. فهناك في الخلوة العجب العجاب، ماذا شاهدت وما كان يذكرونه أهل المشاهدة والذين أدلوا بشهادتهم في اليوتيوب. نعم كان هذا حقا، وبنفسي لم أكن أصدق هذا، ولكن الشوق حملني إلى هذا الشيخ. أما المشاهدة الذي شاهدتها أعرج بي إلى السماء السابعة، ورأيت عمري ساجدا تحت شجرة المنتهى ونبي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
واقف جنبي يقول لي قم، فاستحيت أن أقوم. من عظمة النور الذي أراه نور المصطفى صلى الله عليه وسلم، رأيت نبي الله عيسى ورأيت نبي الله موسى الحمد لله رب العالمين. ثم طلعت الشجرة المباركة، شجرة الأولياء، رأيت شجرة الأولياء وجميع الأولياء موجودة بأسمائهم، هذا العجيب ثم العجيب ثم العجيب. فصعدت في الشجرة، فنهاية رأيت الشجرة مظلمة، أوراقها مظلمة إلا ورقة واحدة مخضرة وهي أعلى الشجرة، فصعدتها إليها فوجدت صورة الشيخ قدس الله سره محمد فوزي الكركري. فهنيئا 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 من يبحث عن نور الهدى ويبحث عن علم سر الله، الحمد لله قد وجدته. ومن أراد أن يجد هذا الشيء عليه بالاستخارة، ثم يستخير ثم يستخير لكي يطمئن قلبه ويأتي وهو مطمئن قلبه إلى شيخ، ويبايعه بيعه يضمحل عنه كل شك، ويدخل في الحضرة وسيرى بإذن الله تعالى ما تحدثت به ألسنتنا وما قاله قبلنا العشاق في حضرة المولى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.